اوكي، عايزين نسال حضرتك ايه اهميه مركز القلب الرياضي في مستشفى وادي النيل؟ اهميه مركز القلب الرياضي في مستشفى وادي النيل، احنا بنفهم طبعا ان احنا كمستشفى وادي النيل اول ما انشانا هذا المركز في مصر وافريقيا، وده بالتعاون مع جامعه جيم مورس في ليفربول، وهي هتكون الجامعه المشرفه على فريق ليفربول. اهميه المركز بيتلخص من اسمه اللي هو مركز القلب الرياضيين، لانه مركز القلب الرياضي، لانه هو اهميته انه ان احنا نطمئن ان اي حد يمارس الرياضه ان القلب سليم ويتحمل ممارسه هذه الرياضه. عشان كده بيقول ان هو القلب الرياضي او الرياضيين. الرياضيين دي معناها اي رياضه، سواء كان بيلعب كلاعب او ان هو انسان عادي يمارس الرياضه. الكلام ده من اول ما يبقى يعني في مرحله الناشئ، في مرحله الشباب، في مرحله الاحتراف، في مرحله الامور العاديه، كاي واحد يمارس جيم او يمارس رياضه الناشئ او اي رياضه سباحه على سبيل الهوايه، انه يطمئن، لانه هو اثناء ممارسه الرياضه بيزداد المجهود، ده بيبقى حمل زياده على القلب، وبالتالي لازم نطمئن ان القلب دوت يتحمل ممارسه هذه الرياضه عشان ما تحصلش. اوكي، طب ايه راي حضرتك في التعاول مع جامعه جون ماريس اللي هي في ليفربول واضافتها للخبرات المصريه في المستشفى هنا؟ طبعا يعني الكل يعلم ان انجلترا بلد متقدمه جدا، وعندهم فريق متخصص دوت، وعاملين في جامعه جون ماريس قسم مختص بالقلب الرياضي، وده المشرف على فريق ليفربول، وده اهميه تبادل الخبرات. لان لما تبداي احنا يعني نزلنا ما كانش هذا التخصص حد موجود فيه، يعني احنا في عندنا اطباء قلب كفاءة جدا وعلى مهارة عالية ومستوى عالمي، ولكن احنا بنتكلم على حاجة ما كانتش موجودة، هي تجربة هم ما شوفوها في القلب الرياضي. لما احنا حتى سافرنا انجلترا وشفنا لا، في معلومات كانت تمام جديدة بالنسبة لنا. لابد ان انت لما تيجي تعمل حاجة جديدة زي دوت لازم تستعيني بالخبرات الأجنبية وتنقلي هذه الخبرات في مصر، وده اللي احنا عملناه. احنا ما عملناش بس المركز، احنا عملنا تعاون كامل ما بين المستشفى وجامعة جون ماريس كأبحاث للقلب الرياضي وكممارسة ليها، وفي فريق النهارده في ثلاث أساتذة من جامعة جون ماريس موجودين حاضرين النهارده يتفرح معانا، وهيجوا زيارات متتالية عشان يبقوا معانا، لأن دي نقل الخبرات، تنقلي خبره من ما كانتش موجوده اللي هنا. هو ما بنتكلمش في القلب، ولكن بنتكلم برضو تاني هي الخبره في القلب الرياضي. ايوه، عشان نوصل للهدف بتاعنا انه يبقى عندنا الكوادر المناسبه ان احنا نقول يا جماعه احنا عاوزين نطمئن على كفاءه اللعيبه بتاعتنا عشان يبقوا قلبهم كويس، وان شاء الله يعني يشرفونا ده ان شاء الله. طب ايه هو البروتوكول الفحص الطبي للمنتخبات الدوليه والمصريه والافريقيه دي مع فتره كاس العالم كمان؟ احنا طبعا لسه البدايه، ولكن احنا جاهزين من النهارده ان احنا نستقبل اي فريق يمارس مسابقات محليه او عالميه. منتخبنا ان شاء الله قبل ما يسافر كاس العالم في روسيا ان شاء الله هيشرفنا هناك. اي لعبه مش بس كره القدم، ولكن جميع اللعبات احنا هنقدم خدمات لجميع الفرق المصريه، ده واجب علينا خلاص. وفي نفس الوقت ان احنا كمان عاوزين نقدم هذه الخدمه المتميزه خلاص لجميع الرياضيين في الدول المحيطه، سواء كان في افريقيا او الشرق الاوسط او الدول العربيه. طبعا بيشرفنا انه نستضيف اي منتخب عربي او افريقي رايح كاس العالم، وهو الاكبر دلوقتي، لكن في بطولات اخرى مش بس كره القدم، لكن في الرياضه، في السباحه، في كره اليد، في السله، في بطولات عالميه هتتعمل في مصر. هو المفروض انه يعني طبيعي انه قبل اي ممارسه او اشتراك في بطوله عالميه بيبقى اشتراك، وده اشتراك للفيفا واشتراك للجنه الاولمبيه الدوليه، لان اي كل الفرق اللي هتشارك في مسابقه عالميه لازم تكون مرة الفحص الرياضي احدهم هو فحص القلب. اوكي تمام، اخر سؤال بقى، معلش طولت على حضرتك، ما هو القلب الرياضي؟ القلب الرياضي مفيش حاجه اسمها، احنا بنقول انه هو فحص مركز القلب. احنا عاوزين نقول انه القلب الرياضي بيختلف عن القلب العادي. اولا ان بيبقى نبضات القلب بيبقى اقل خلاص، وده في حاجات كتيره جدا، وده ارقامه معروف ان فيورن هوج لاعب التنس المشهور السعودي كان نبضات قلبه 38. ده لو حد عادي نبضات قلبه 38 ده على طول يخش المستشفى ويتحجز في الام ار.
طبيعة القلب الرياضي مختلفة، يعني عضلة القلب بتبقى في الخلق ممكن توصل لواحدة من 10 سم مش واحدة من 10. ارتفاع عضلة القلب اللي ممكن بيتقاس المجهود اللي ممكن توصل من 45 ل 48% للرياضيين، دي لو الانسان الطبيعي بنقول لا ده عادي، يعني ايه ده تعبان ولازم يخش. في خصائص معينة لقلب الرياضيين، عشان كده دي أهمية إن احنا بنتعاون مع جامعة جمهوريس، لأنهم يعني عندهم خبرات كبيرة في هذا المجال. لأنه لا أي واحد يمارس الرياضة لو شفتيه عملت له فحص قلب بصي تقول إيه ده، لا ده مش طبيعي، هو مش طبيعي عشان هو رياضي عشان بيمارس الرياضة خلاص، بالتالي ده الطبيعي بتاعه هو، فلازم نعمل دوت ويبقى عارفين يعني ده دي المعايير بتاعت القلب. شكرا مرسي، مرسي بعد حضرتك.